رابطة الأندية المصرية المحترفة أرسلت خطابا للنادي الأهلي أخطرته بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك النهاردة بالدوري المصري، واعتبار الأهلي فائزا على الزمالك 2-0، وده بعد اعتذار فريق الزمالك عن خوض المباراة. فريق الداخلية فاز على فريق زد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبنتيجة دي رفع الداخلية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير، بينما توقف رصيد زد عند 38 نقطة في المركز السادس. فريق فاركو حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري ممتاز، وارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 25 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف الاتحاد عند 36 نقطة في المركز التاسع. فريق البنك الأهلي حقق فوز كبير على بلدية المحلة بنتيجة 5-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين بالساد السلام، ده في الأسبوع 27، وبالنتيجة دي رفع البنك الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة في المركز 16. أعلن نادي بلدية المحلة تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري ممتاز، وده بعد الهزيمة من البنك الأهلي بخماسية. منتخب إيطاليا تعادل مع منتخب كرواتيا 1-1 في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا، وبالتعادل ده تأهل منتخب إيطاليا لدور 16 وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تصدر إسبانيا المجموعة برصيد 9 نقاط. لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا حصل على جائزة رجل مباراة فريقه ضد إيطاليا اللي انتهت بالتعادل 1-1، ده في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024، وده بعد ما سجل هدف منتخب بلاده في المباراة. منتخب إسبانيا فاز على منتخب ألبانيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات بطولة يورو 2024، وتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط، بينما تواجد منتخب ألبانيا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد نقطة واحدة. اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلنت فوز النجم الشاب فيران توريس بجائزة أفضل لاعب في مباراة ألبانيا ضد إسبانيا، واللي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 1-0. منتخب كولومبيا فاز على منتخب باراغواي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم فجر النهاردة، ده ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الأربعة بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، وبالنتيجة دي حصد منتخب كولومبيا أول 3 نقاط وباراغواي بدون رصيد من النقاط. منتخب البرازيل تعادل سلبيا مع منتخب كوستاريكا في المباراة اللي أقيمت بينهم فجر النهاردة ضمن مباريات المجموعة الرابعة بكوبا أمريكا واللي بتضم منتخبي باراغواي وكولومبيا، وبالنتيجة دي كل فريق حصد نقطة واحتل المركزين الثاني والثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما احتل منتخب كولومبيا الصدارة برصيد 3 نقاط، ومنتخب باراغواي في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.